يسموها ديجري بروجرام، ديجري بروجرام، اوكي بهالشكل هذه. فاذا الطالب تبعيته ليست للقسم وانما الى البروجرام، بينما الاستاذ هو تبعيته الى القسم. انا عضو في قسم software engineering، لكن ممكن الطالب يكون عضو ببروجرام يحوي software engineering مع مثلا civil engineering. ممكن انا ممكن اعطي امثله الى هذه المسائل، لكن عموما الطالب the student have the choice four ways، يعني ممكن اربع طرق انه to be engaged حتى يدخل بالدراسه الطالب. اما يدرس على شكل department وهذا اللي موجود في جامعة كويا، أو على شكل ما يسمى بالinterdepartmental program، يعني program يحتوي على عدة أقسام، أو interdisciplinary program أو ما يسمى ببروجرام بتخصصات متعددة، أو individually tailored يعني مصمم إليه. يعني ممكن أنت في أوروبا تأخذ BSc Bachelor of Science وأنت تختار الكورسات، ممكن تختار كورسات. طبعا هنالك شيء يسمى بالارو او ما يسمى بالادمنستريتيف ريجستريشن اوفيس، موجود في كل جامعه، هي تسوي عمليه ادفايزنج للطالب انه كيف يختار. ممكن انا اختار كورسات في الاي تي وشويه كورسات من المانجمنت، انا افصلها حسب رغبتي، لكن هنالك الشروط، يعني هنالك ادفايزر انه يحكمني انه هل اختياري صحيح ام لا. في ذلك الوقت راح يكون الدراسه على شكل يسمى بالتايلرد كاستمد بروجرام. اذا هو لا انتر مالتي ديسيبلينري ولا هو انتر ديبارتمنتال. هذه امثله ديبارتمنتس، هذه اللي موجود عندنا في جامعه كويا. ممكن التدريس يكون بهذا الشكل، وهذا هو فعلا اللي موجود. مثلا عندنا قد يكون ديبارتمنت اوف ارت اوف لو كيمستري كمبيوتر ساينس جيوغرافي هيستوري، هذه عباره عن اقسام صريحه، ممكن الطالب يدرس في هذه الديبارتمنت وياخذ باتشلور اوف ساينس في واحده من التخصصات. في شيء اخر بروجرامز حاليا احنا ما موجود عندنا هذه، كيف مثلا قد يكون انتر ديبارتمنتال بروجرام، يعني ممكن واحد ياخذ شهاده في الجيوغرافي انثروبولوجي عباره عن قسمين، كورسات من الجيوغرافي وكورسات من الانثروبولوجي، هذه يسموها انتر ديبارتمنتال بروجرام، والديجري مالته راح تكون بهذا الشكل. او مثلا ايرث ساينس اند سوسايتي يحتاج تو ديبارتمنتس، وممكن يكون مالتي ديسيبلينري، يعني عباره عن مشكله او مجموعه مشكلات تحتاج تخصصات متعدده. مثال على ذلك مثلا افريكان ستاديز، عندنا هنا اخوين دني ايني او الدراسات الاسلاميه، في الحقيقه هذه ليست ديبارتمنتال، لو تجي بالاساس هي ممكن احنا نصنفها على اساس انه مالتي ديسيبلينري، لكن وضعت على شكل ديبارتمنت. وفي شيء اللي هو الاندبندنت بروجرام، هذا اللي تكلمنا عنه، انه هذا الطالب ممكن يختار كورسات متعدده ويحس انه ممكن مستقبلا يروح بهذا الاتجاه او ذلك الاتجاه. في عندنا اذا عرفنا الان بروجرام، وفي عندنا الديبارتمنت. في جامعة كويا ممكن الديبارتمنت نسميه بروجرام لسبب جدا بسيط، انه كل ديبارتمنت يعطي باتشلور اوف ساينس في بروجرام واحد، ديجري واحده. يعني لحد الان انا ما شفت انه في قسم ممكن يعطي تو ديجريز. فاذا قلنا ديبارتمنت او قلنا بروجرام they are the same، ما في مشكله. الان في عندي مشكله احاول شنو الفرق بين الكورس والبروجرام. الكورس مثل ما نشوف هي مجموعة من الليكتشرز، المدة مالتها عادة تكون شورت تيرم يعني سمستر، هذا احنا نسميه بالكورس، ويوجوالي تحتاج استاذ واحد او استاذين، هذا ما يسمى بالكورس. وفي نهاية الكورس الطالب يحصل على شيء يسمى بالجريد، سواء كان نيوميريكال رقمي، يعني نقصد به هنا ال ال العدد، او لتر يكون عباره عن اي بي سي دي او ما يسمى اكسلنت فيري جود الى اخره. هذه مساله. المساله الثانيه انه اذا قارن مع البروجرام ما راح يكون لي شورت تيرم، وانما راح يكون لثلاث او اربع سنوات، يعني ثمانيه سمستر او سته سمستر، وممكن يكون مجموعه من الاساتذه، ونهايه اكمال البروجرام تكون عباره عن سيرتيفيكيت اللي هو يسمى بالديجري. فهذا الفرق بين البروجرام والكورس. أنا ليش تكلمت عن الفرق بين البروجرام والديبارتمنت، لكن تكلمت الفرق بين البروجرام والكورس حتى أفرق هل هنالك اختلاف بين الكورس والموديول. في الحقيقة هنا ما في عندنا فرق بين الكورس والموديول، سواء قلت كورس بوك
أو موديول ديسكريبتر they are the same. لكن في شيء جدا مهم إنه شنو الفرق بين الكورس والموديول. الموديول في بعض الأحيان يكون جزء من الكورس، يعني موديول زائدا ديستريبيوتينج الدبلومة، زائدا إيفنتس يعني كاليندرينج إيفنتس يعني أنت مجدولها، زائدا نشاطات أخرى، كلها تسمى بالكورس. وعادة الكورس هذه من وجهة نظر الأستاذ، بينما الموديول هي من وجهة نظر الطالب. يعني الكلمتين تطلق من وجهتي نظر مختلفتين. من وجهة نظر الأستاذ هو كورس، يعتبر هذه الفترة الدراسية في مادة معينة تسمى بالكورس، لكن من وجهة نظر أخرى هي تعتبر، وجهة نظر الطالب تعتبر موديول. مثلا مادة معينة مثلا كولكولس هذه نسميها بالموديول. فإذا هذه هي الفرق. إذا احنا راح نحاول نلتزم بهذه المصطلحات، بروجرام، سمستر، وموديول، هذه الثلاثة، وهذه هي معانيها أو ما يكافئها. أتكلم عن الآن ترمينولوجي، اتفقنا ماكو فرق بين كورس موديول، ما في فرق بين بروجرام وديبارتمنت أو ديجري، على الأقل فيما يخص جامعة كويا. الآن أريد نتكلم عن النظام العراقي اللي موجود حتى بعدين ننتقل إلى أساسيات نظام بولونيا. النظام العراقي الموجود بعجالة هو عبارة عن شنو؟ نظام يطبق في جميع أنحاء العراق. في كردستان لا تختلف النظام التدريس عن النظام العراقي، هنالك بعض الاختلافات البسيطة صدرت بكتب رسمية في فترات مختلفة تخص عملية نجاح الطالب وانتقاله إلى سمستر آخر أو إلى سنة أخرى، ولكن النظام هو كله نظام واحد. هو نظام أساسه بريطاني، لكن صارت في عملية تحوير على مدى السنوات الأربعين أو الخمسين الماضية، فهنالك دائما يصير في نوع من الأبديتينج أو عملية التحديث، لكن الأساس هو واحد. النظام في العراق نظام التدريس، وهنا أقصد بالنظام الهاير إدوكيشن، هو يعتمد نظام أما نظام سنوي أو نظام سمستر. ما عندنا نظام 3 سنوات، عندنا نظام 4 سنوات، وإذا كان نظام سمستر ففي 8 سمسترات. وفي بعض الجامعات يستخدمون النظامين في آن واحد، يعني في بعض التخصصات يحتاجون بعض المواد تكون على مستوى كورس وليس على مستوى سنوي، فإذا يتراوح بينه. وبعض الجامعات غيرت، يعني كانت تتبع نظام سنوي تحولت إلى نظام سمستر، بعدين رجعت إلى نظام سنوي لأسباب لوجستية، لأسباب تتعلق بعدد الأساتذة، لأسباب تتعلق بمسائل التحديث إلى آخره. لكن احنا ما نقدر نقول أنه هذا صحيح أو هذا خطأ، لكل نظام له مميزاته سواء من ناحية الفترة الزمنية. نتكلم عن مسائل أخرى اللي راح نتطرقها في نظام بولونا. نتكلم مثلا الفاينل جريد، الطالب لما يدخل حتى يحصل على باتشلور اوف ساينس مثلا ان ماثماتكس، كيف يحسب المعدل؟ في النظام العراقي احنا اذا كان عندنا 4 سنوات عاده، وهذه احدى الاختلافات الاساسيه بين نظام العراقي ونظام بولونيا بروسيس، او اختلاف بين عمليه بولونيا، دائما حساب ما يسمى بالجي بي اي، الجريد افريج، أو ما يسمى بالمعدل النهائي للطالب خلال فترة 4 سنوات أو خلال فترة 8 سنوات. عملية الجريدينج ما موزعة بشكل متساوي بين السنوات أو بين السمستر، فعادة هنالك ويت فقط 10% للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و30% للسنة الثالثة، و40% للسنة الرابعة. التركيز دائما يكون على السنة الرابعة، لذلك نشوف الطالب دائما ما مهتم كثير في السنة الأولى، لأنه يعني يعرف أنه عملية الجريدينج لهذه السنة تكون قليلة. إذا كان نظام سمستر فيكون السمستر الأول والسمستر الثاني 10%، الثالث والرابع 20%، الرابع والخامس يكون 30%، الخامس والسادس والسابع والثامن يكون 40%. أما إذا كان نظام 5 سنوات مثلا في قسم الهندسة المعمارية فيكون 5, 10, 15, 30, 40%. أما في كليات مثلا كليات الطب أو كليات اللي تحتاج إلى 6 سنوات فنشوف 5, 5, 5, 20, 25, 40. نشوف هنا عدم عدالة في عملية الجريدينج، يعني ليس هنالك ويت، وكأنما الطالب انه اوكي، وكأنما ده يهيئ نفسه، يعني ما يحس انه هنالك جدية من اول يوم يداوم فيها في الجامعة وبياخذ كورسات، يعني الجريدينج هنا تصعد بشكل هرمي من 5 إلى 40%.
في النظام العراقي كل سنة فيها سيمسترين، ما في عندنا سيمستر صيفي، هذه أيضا ضمن الاختلافات، لا يوجد مثل ما يسمى بالكراش كورس أو إلى آخره، في عندنا تو كورسز. وأغلب الجامعات إذا لم تكن جميعها إذا كانت تتبع نظام سنوي فهي نظام 4 سنوات، أما إذا كانت تتبع نظام سمستر فهي تتبع نظام السمستر المغلق وليس نظام السمستر المفتوح. ما معنى سمستر مغلق أو سمستر مفتوح؟ نظام السمستر المغلق احنا نعرف في عندنا سمسترين بالسنة، سمستر اللي هو الأوتم الخريف وسمستر الربيع. الآن احنا في سمستر الربيع، سمستر الأوتم أو الخريف يبدي في 1/9. النظام السمستر المفتوح يقبل أن الطالب يسجل أما بسمستر الخريف أو بسمستر الربيع، بينما نظام السمستر المغلق اللي احنا نظامنا اللي متبع الطالب فقط يسجل في بداية العام الدراسي في السمستر الخريف. يعني الطالب عندما يكمل القبول المركزي أو يكمل الهاي سكول أو يكمل السنة الدراسية رقم 12 يريد يلتحق بالجامعة، إذا لم يقدم ما لحق أن يقدم، إذا حتى لو كانت الجامعة تتبع نظام سمستر ما لحق، إذا ما قدم في سمستر الخريف ما لحق أن يقدم سمستر الربيع، ينتظر سنة أخرى إذا كان يسمح للقانون وضمن شروط معينة. فتو سمستر مفتوح سمستر مغلق. أنا ليش دا أتكلم عن هذه؟ لأنه هذه أيضا راح توضع ضمن ضوابط الجامعة. الجامعة عندما تطبق بولونيا بروسيس هل لها مطلق الحرية أنه هل تتبع نظام سمستر مغلق أم نظام سمستر مفتوح؟ هذه أيضا يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار. درجة النجاح معروفة هي 50%، وهنالك شيء ما يسمى بالقرار أنه ممكن ينح الطالب فيسمى درجة الباس. هنالك عندنا نوعين من الامتحانات، في عندنا امتحان نهائي وفي عندنا امتحان يسمى بالريست اكزام أو الامتحان اللي هو يسمى بالدور الثاني. هذه اللي موجود عندنا في بعض الشروط قد تتغير بين فترة، انه الطالب له حق انه يرسب في مادتين، واذا ايضا رسب ممكن يعيد السنة والسنوات اللي رسب او المواد اللي رسب فيها مهما كانت الدرجة فتكون الدرجة النهائية هي باس، ايضا هذه ضمن الشروط. ضمن الجريدنج هذا معروف عندنا، إذا كانت letters أو إذا كانت، إحنا ما نستخدم في النظام العراقي الـ A B C D E F أو F X، نستخدم إنه إذا من 90 إلى 100 excellent، من 80 إلى 89 very good، وبعدين عندنا good average pass and fail. هذا ضمن النظام العراقي. في عملية الـ weighting للمواد، أنا المادة كيف أحسب الوزن للمادة؟ تحسب بعدد الساعات وبالتالي توزن بما يسمى باليونت أو الوحدات. فمثال أنه الساعة الدراسية الواحدة، وهنا نقصد بها الكونتاكت أور، الكونتاكت أو ما يسمى بالستركتشرت أور، أي الساعة الموضوعة من قبل القسم وهي إن تتش مع البروفيسور أو مع الأستاذ. فكل ساعة تعادل يونت وحدة، كل ساعة تعادل يونت وحدة، وكل ساعتين عملية تعادل يونت واحدة، وكل 3 ساعات تعادل 1.5 وحدة، وفي بعض جامعات ممكن يعتبروها 2 أو 1. الجي بي اي مثل ما قلت، إذا أنتم عندكم مواد بهذه الدرجات فعملية الجي بي اي كلش بسيطة. فإذا كان هذا معدل السمستر أول، سمستر ثاني، ثالث، رابع، فالأول والثاني ينظروا في 10%، الثالث والرابع ينظروا في 20%، وبعدين ينظروا في 30%، في 40%، ويحصل ما يسمى بالجي بي اي أو المعدل النهائي. هذا المصطلح راح نستخدمه كثير، جي بي اي. طبعا هنالك يعني ادفانتجز وهنالك ديس ادفانتجز للنظام العراقي، يعني في مسائل جيده وفي مسائل نعتقدها انه ممكن ان نطور فيها، او اذا يجي نظام اخر ممكن يعالج هذه المشاكل. مساله النظام السنوي، واعتقد الان وزاره التعليم العالي تقريبا حلت الموضوع جزئيا من خلال نظام السمستر. الآن احنا عندنا كليتين تستخدم نظام السمستر، فهذه كانت احدى المشاكل. مشكلة الانتقال، يعني لما عندي بعض الأقسام تستخدم نظام سمستر وبعض الأقسام تستخدم نظام ما يسمى بالنظام السنوي، فالطالب من ينتقل يحتاج معادلة، والمعادلة عادة ما تكون دقيقة، وإنما تكون يعني عبارة عن كوميتيز تقعد وتشوف التوبكس
وتشوف السيلباس المواد المخطط إلى آخره حتى تحاول عملية الله. فأهم مشكلة في النظام العراقي هي الموبيليتي، موبيليتي في الداخل وموبيليتي في الخارج. ويمكن حسينا احنا هذا من خلال نظام إيراسموس أو إيراسموس بلاس، لما يجي طالب من برا أو طالب انه يروح مثلا هو يعني سكند يير سنة ثانية يريد يروح إلى سنة ثالثة، كيف نضمن انه لما يجي مع المواد والدرجات بالسنة الثالثة تعادل هنا حتى ينتقل إلى سنة رابعة أو ينتقل إلى سمستر سابع أو سمستر؟ فهذه إحدى المساوئ. الجي بي اي كولكوليشن بالحقيقة هنالك نوع من التمييز، يعني المادة اللي تدرس بالصف الأول أو بالسنة الأولى لها قيمة أقل من المادة التي تدرس بالسنة الثانية، وأقل من التي تدرس بالسنة الثالثة، وأقل من التي تدرس في السنة الرابعة. هذه نوع من التمييز لقيمة المواد علميا ومن ناحية الدرجات. في شيء آخر، يعني قد النظام العراقي يعتبر بيرفكت للعراق في السنوات السابقة، لكن حاليا مع تغير الظروف والتغيرات الاقتصادية النظام العراقي أو النظام الحالي هو not customized well، يعني ما وضع بشكل جيد حتى يلبي متطلبات سوق العمل. يعني إذا كنت جنابك برا تدرس في ألمانيا أو تدرس في فنلندا أو في 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 النرويج، أنت ممكن مثلا تدرس في قسم هندسة النفط وتأخذ مجموعة من المواد وتحصل بها ECTS مثلا تجمع 120 ECTS. هذه الـ 120 ECTS لا تؤهلك للحصول على الـ Bachelor of Science in Petroleum Engineering، لكن هذه الـ 120 تعطى بها سيرتيفيكيت، ممكن تروح على شركة نفطية ويشوفون هذه الـ 120 بهذه المواد ممكن أن توظف. أي هنالك عملية recognition واعتراف بكل مادة أنت تدرسها، هذه ما موجودة بالنظام عندنا. أما أنت تأخذ سيرتيفيكيت باس أو لا، هذه موجودة حاليا في نظام البولونا بروسس. فهذه تعتبر طبعا قد حاليا لما نتكلم بهكذا مواضيع تبدو خيالية أو غير معقولة، لكن ما في شيء غير معقول. الآن توجه الدولة وتوجه الإقليم وتوجه الجامعات ومراكز البحوث هو كله نحو القطاع الخاص البرايفت سيكتور. فإذا احنا نتعامل مع برايفت سيكتور إلى احتياجاته تحكم السوق، وهذه الاحتياجات الآن معتمدة على الموبيليتي. في القطاع الخاص لا يوجد فرق بين شخص متخرج، إذا ما استثنينا التمييز القومي سواء واحد يجي من فنلندا أو من كردستان، هو شهادة أنت أخذتها هنا أو أخذتها هنا، المهم أنه شهادة فيها عبارة عن وحدات وفيها شيء يسمى learning outcomes. القطاع الخاص يشوف أنه أنت مؤهل لهذه المواضيع وممكن تأخذ البوست الفلاني أو العمل الفلاني. فهذه هي المشاكل. هذا بما يخص النظام العراقي. الآن خلينا نجي إلى نظام بولونا بروسس ونشوف ما موجود. في الحقيقة مثل ما قلت أنه في بولونا بروسس الأساس هو الأستاذ وليس القسم. في بولونا بروسس إذن الكور هو الأستاذ. الأستاذ عادة هو اللي يصمم ما يسمى بالموديول ديسكريبتر، وفي بعض الجامعات الأستاذ له الحرية حتى يحدد قيمة الدرجة النهائية وقيمة درجة الميدترم وقيمة درجة الأكتيفيتيز الأسايمنت البروجكت إلى آخره. فلذلك لما يكتب اسمه ما نسمي انستركتر أو بروفيسور، نسمي موديول ليدر. موديول ليدر فهو له مطلق الحرية، لكن خلال أو من تعاملنا مع نظام بولونا احنا ممكن نتفق على بعض الاساسيات، انه كيف تكون الدرجه النهائيه، كيف تكون الدرجه الميدتر، النشاطات اللي موجوده الى اخره. لكن اللي اريد اوضحه انه المحور هو الاستاذ وليس القسم. فمن نتكلم عن بولونا بالحقيقه الاساس يعني او التركيز لبولونا بروسس، اذا الان بعد هذه الفقره احاول اعمل كومباريزن، الاساس في بولونا بروسس هو انه يقدم ثلاث مراحل أو 3 cycles of system. يقدم ما يسمى بالبتشلور والماستر والبي اتش دي، واللي نفسه موجود عندنا في النظام العراقي. وعملية تقوية للكواليتي أشورنس. ليش تكون تقوية؟ لأن كل شيء يكون عبارة عن موجود على شكل هاندبوك ضمن ريجوليشن ضمن جايدلاينز، وبالتالي عملية
عملية التدريس راح تكون وفق شيء مجدول وضمن تراك معين وكل شيء موضوع، فهذا يسهل عملية الكواليتي أشورنس ويسهل إنه الكواليتي أشورنس بدي تؤشر أكواليتي تيتشينج ليرنينج. وفي شيء أيضا عملية تسهيل الاعتراف بالشهادات، وهذه جدا مهمة لأن تكلمنا عن الموبيليتي. أنت ما في إذا تدرس في جامعة في سيبيريا تتبع نظام بولونيا وتدرس في جامعة في كوريا تتبع بولونيا بروسيس، فالمخرج هو واحد، الأساس هو واحد، النظام واحد، يعتمد فقط هو على التحصيل العلمي. الاختلاف الجوهري، هنالك 6 إلى 7 اختلافات بين النظام العراقي والنظام وعملية بولونيا أو بولونيا بروسيس. أول اختلاف هو شيء يسمى بكيفية وزن المواد. أنا عندي مادة سواء كانت كردولوجي، كردستان ستاديز، إنجليش، كولكولوس، كيف أوزنها؟ هذه جدا مهمة لأن وزن المادة جدا مهم. بدون وزن المادة أنا ما أقدر أعطي القيمة الحقيقية للمادة، وبالتالي ما أقدر أقيم جهد الطالب، وبالتالي ما أقدر أقيم الدرجة الحقيقية اللي راح تدخل ما يسمى بالجي بي اي. لأن بالنهاية لما أنا أقول الطالب حصل على درجة ممتاز، زين هذه ممتاز بنيت على أساس ماذا؟ هي هنالك مواد 40 أو 50 مادة ما يسمى بالموديولز، فالويت هنا يحسب بشيء ما يسمى بالكريدت، وهنا بالذات يسمى باليوروبيان كريدت ترانسفير سيستم، European Credit Transfer Accumulation System, sometimes with, sometimes without accumulation. ECTS. ECTS هذه الوحدات هذه مبنية على أساس ماذا؟ على أساس عدد الساعات اللي يصرفها الطالب. في النظام العراقي إذا تشوف جدول المواد أو ما يسمى بالكوريكلوم، حتى إذا تشوف منش الجدول الكوريكلوم أو المنهاج، كل مادة محسوب أسبوعياً كم ساعة تدرس، وهذه الساعات تسمى بما تسمى بالستركتشر أو تسمى بالكونتاكت أورز، سواء كانت داخل كلاس أو كانت في اللاب أو براكتيكال. المهم هنالك السوبرفايزر، عندما يكون هنالك سوبرفايزر كان بروفيسور أو كان مهندس ضمن لاب، فهذه المادة أو هذه الساعة تسمى كونتاكت أو تسمى ستركتشر. فعادة في النظام العراقي تحسب الأوزان بالوحدات، والوحدات لها علاقة بالساعات اللي يسمى بالكونتاكت اورز. في الاي سي تي اس الوزن ليس باليونت، وانما مبني على شيء يسمى بالستودنت ورك لود. الستودنت ورك لود انا اتكلم عن اي سي تي اس. اي سي تي اس عاده كل سمستر، اذا اتكلم الان عن النظام اللي موجود في العراق اللي هو 4 سنوات بما يعادل 8 سمسترات، كل سمستر يجب ان يوزن من 5 إلى 7 مواد اللي هي هذه الاعداد الصحيه، يوزن ب30 اي سي تي اس. كل سمستر يوزن ب30 اي سي تي اس، اي بمعنى خلال سنه الطالب يجب ان يحصل على ما يقارب 60 اي سي تي اس، حتى يحصل الطالب على ديجري بروجرام باتشلر اوف ساينس ان كذا او باتشلر اوف ارت وات ايفر، بكالوريوس ام اي ام بي، يحتاج يجمع 30 في 8 240 240 اي سي تي اس. هذه 240 هي في الحقيقة إذا نضعها 239 أنت غير مؤهل للحصول على البكالوريوس، 240 فما فوق أنت مؤهل للحصول على درجة البكالوريوس. هذه تسمى الـ ECTS. أيضا عملية الجريدينج، أنه هنالك شيء اسمه ECTS credits وهنالك ECTS grading. من نتكلم عن الجريدينج في النظام العراقي، عندما جنابك تعمل امتحان عادةً 50 فما فوق يعتبر الطالب ناجح، تحت 50 يعتبر الطالب فاشل، 90 إلى 99 أو 100 أو من 91 أو من 89 إلى 90 هذا يعتبر excellent، بعدين عندنا very good. هذه عملية التقييم. هذه إحدى المشاكل اللي إحنا نصادفها في الحقيقة، إنه في بعض الأحيان هنالك طالب يتخرج في دورة، عادةً كل
كل في النظام العراقي طالب عندما يتخرج يعني ينجز دورة تسمى مثلا دورة 2013-2014 حتى لها بعض الأسامي. الطالب عندما يتخرج من دورة قد يحصل على GPA يعني معدل عام قد يختلف. يعني في سنوات نشوف GPA كلش واطئة، يعني المعدلات around 60-70، وفي بعض السنوات نشوف around 70-80 أو 90. فهذه يعمل نوع من عدم العدالة، وهذه وين تظهر؟ ولو الآن بعض الجامعات في العراق تحاول أن تعالجها، لكن هذا يعمل نوع من عدم العدالة. وين؟ ليس بالتوظيف وإنما في الهاير إدوكيشن. مثلا أنا أريد أقدم إلى ماستر أو أقدم إلى دكتوراه، عندي منافسين حاليا في دورة معدلات 80-90، أنا معدلي 60 أو 65 مثلا. طبعا أحس أنه في دورتي كانت الأمور أصعب. فهذا عدم التوازن، لأن حتى الأستاذ لما يضع امتحان في بعض الأحيان تكون امتحان صعب، في بعض الأحيان يكون امتحان سهل إلى آخره. فعملية في النهاية ما يحصل الطالب أيا كان كنيومارك ويتحول إلى لتر عبارة عن excellent very good إلى آخره. في نظام البولونيا ونستخدم الـ ECTS، لا، عملية الجريدينج أنه أنا بعدين أحولها إلى شيء ABCD، ما راح أسميه excellent very good good إلى آخره، أسميه ABCD. لكن الفكرة كيف؟ عملية التقييم تبدأ أو يعني تمشي على شكل ما يسمى مبدأ المنافسة وليس على مبدأ التحصيل. أي بمعنى ضمن جروب عندي يعني مثلا 120 طالب، 20 طالب رسبوا، إذن هذول راسبين، الرسوب لا يختلف عن النظام العراقي. المئة طالب يقسمون على number of seats، مقاعد. أول 10 مقاعد ايا كانت درجاتهم ما دام هم ناجحين، ايا كانت درجاتهم يحصلون على اي، والمقاعد اللي هي 25 اللاحقه يحصلون على بي، والمقاعد ال 35 اللي بعدها يحصلون على سي، وال 25 اللي بعدها يحصلون على دي، والعشر اللي بعدها يحصلون على اي. ففي الحقيقه هذا ما يسمى بمبدا المنافسه. هنالك عيب، يعني واحد لا ينكر انه عندما يكون الجروب صغير تكون عملية الجريدينج صعبة. يعني احنا حتى احقق هذه يمكن يعني مينيمم يكون لازم 10 طلاب عندي. فلذلك يمكن اغلبكم يعني خريج جامعات في برا، مثلا اعتقد على الاقل 2 أو 3 في هذه القاعة من كان يدرس برا، من قدم على كورس ورا فترة اجا ايميل من الريجستري او الريجسترار يقولوا له انه الكورس ملغي لان ما كان هنالك عدد كافي من الطلبة. الفكرة هي مو فقط فكرة مالية، الفكرة أنه أيضا مبدأ التقييم لا يكون صحيح بوجود طالبين 3. مبدأ التقييم، ولو احنا ما عندنا مشكلة، احنا عندنا مشكلة أكبر، يعني احنا عندنا عملية كونجسشن أو عملية يعني زخم أو طلبة كثيرين يعني بالعكس. لكن مسألة التقييم مبني على مبدأ المنافسة بين الجروب الصغيرة تصير مشكلة في عملية التقييم. نشوف هذا هو التوزيع، يعني احنا نعطي الاي لاول 10 بعدين ل 25-35 والى اخره، اللي يشبه النورمال ديستريبيوشن. هذا كمثال كيف يصير عمليه التوزيع. مثل ما قلت في البكالوريوس مطلوب 240 ECTS كل سمستر، 30 ECTS. فأنا خلي في بالي إذا أخلي 5 أو 6 مواد معناته معدل المادة الواحدة يكون حوالي 6 ECTS أو 5 ECTS أو 8 ECTS، يعتمد على عدد المواد. أما في السكند سايكل اللي هو MSc أو الماستر فيكون المينيمم المحصل عليه هو 180 ECTS. وإحنا نظام غالبا هو نظام كورسات زائدا ريسيرش، فالكورسات يجب أن لا يقل عملية التقييم مالتها ب 180 ECTS، عفوا 120 ECTS. ما عندنا نظام 3 سنوات، وبالتالي احنا نلتزم بأنه في السنة 60 ECTS وفي ال4 سنوات 240 ECTS. بالأمثلة ضايف أنا، بس هنا هم راح أضيفه. أوكي، بالأمثلة أنا أيضا ضفت.
إذن احنا ما زلنا اوفر فيو للبولونا بروسيس، على وشك ان نكمل. تكلمنا عن نظام بولونا بروسيس، يتبع نظام السمستر، نظام الاوزان يكون بالاي سي تي اس. الاي سي تي اس كيف يحسب؟ يحسب بناء، طبعا راح نجي على هذا بالتفصيل، راح ناخذ امثله حيه للديبارتمنت لكوريكولوم معين وراح نسوي الحسابات، لكن هذه نوع من الاوفر فيو حتى نسوي عمليه مقارنه اللي هي جدا مهمه، اللي هي اللاست ليرنينج اوتكمز لهذه السيشن. الاي سي تي اس تحسب بناء على الستودنت ورك لود. ستودنت ورك لود، انا ما تعرف الستودنت ورك لود. في النظام العراقي قلنا الساعات او ما يسمى بحمل التعليمي للطالب، الحمل التعليمي